السلام عليكم، معكم ايوب معاشي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فات انني غادي نجاوب على الاسئله ديالكم. طلبت منكم تحطوا لي الاسئله ديالكم في الكومونتير او في ستوري اللي نحط لكم في انستغرام. المهم معظم الاسئله كانوا في الكومونتير، كاين ما عطاش ثلاثه اسئله في انستغرام. نحاول نجاوب على كل شيء باذن الله، لا اللي في الكومونتير ولا اللي في انستغرام. وكالعاده كيف ما قلت لكم نقول هذه الحركه ديما نديرها، يعني كوك على احسن ثلاثه كومونتات من الفيديو اللي فات. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر وما تنساوش لايك شير سبسكرايب كومونت ونبداو. عندنا ليلى، اول سؤال، اكثر خدعه تعجبني هي انني نبدل كارك في يد المشاهد. هذه اكثر خدعه تعجبني. برافو، مزيد من التالق في خدعه جديده، صحتكم مسمن. شكرا حسناء. المهم اسمح لي ولكن واش مصايب حجبانك؟ ها؟ اسمح لي ولكن واش مصايب حجبانك؟ تيبانو مصايبين. من نيتك؟ شكون وردة؟ من نيتك؟ لا انا ما مصايبهمش. برافو، راك تزيد ان شاء الله تصايب 10. شكرا. واش الاسائل اللي في الانات انت اللي كاتبهم؟ راه كاتب لكم التحت بلي بألامي، راه يعني انا اللي كاتبهم بطبيعة الحال. إلا كانو زوينين راه انا كانو خايبين راه شي واحد آخر، راك غلطتي. تنضحك معاكم في كل الأحوال، راه انا اللي كاتبهم ومتواضعين، ماشي شي حاجة، متواضعين. مع من تتفضل الديستريك ماجيك، ولاد ولا بنات؟ بصراحة يعني مع البنات. شوف غنقولك علاش، حيت بزاف ملي تنقضي مع الولاد تيكون فيديو خاسر، شحال مرة نادرا ما تيكون مزيان. بحال هاد الاخر كان زوين، هاد اخر فيديو صورت كان زوين، علاش ما تنادفش يكون زوين؟ شحال مرة تيكون خاصك تقطع بزاف من الفيديو حيت تيخسرو الهضرة، تنيو الوراء، تيقدام شحال من حاجة، فهمتي؟ البنات ديال البنات تتغلب عليهم الحشمة، تيديرو حتى حاجة من هادشي. المهم راكم فهمتو. ريم، واش غتنزل الجزء الثاني من هند؟ ان شاء الله غنزل الجزء الثاني من هند، من خاص بان في التفاعل بصراحة. المهم في كل الاحوال غنزل الجزء الثاني ان شاء الله، ان شاء الله توصل 100,000. شكرا، وبدا ديما برافو، شكرا توب. ممكن تولينا الجوكر تاع دوك لي كارك؟ لي جوكر ما عرفتش شنو حقيتهم. الجوكر تاع دوك لي كارك هما هادو، جوكر هما كارك نفس الشكل. المهم نشكل بجوج. شوف الاخرى فين، شوف نشكل جوكر ومي كده. ما تنخدموش بجوكر، راك عارف، راه انت كتب عندك ماجيسيان، يعني المفروض تكون ساحر. واش ممكن تبدا تعلمنا مستقبلا؟ ديجا بديت راه خد درتها انا، علمتها في الانات عندي، ديجا بديت. كيفاش محافظ على خفة اليد؟ هكا بصح، كيفاش محافظ على خفة يدي؟ كاين واحد الحاجة سميتها الذاكرة الحركية أو الذاكرة العصبية، المهم ما عنديش معلومات بزاف. هي أن الجسم ديالك تبقى متذكر الحركات اللي تعود عليهم. مثلا مادام أنا تنحرك صبعاني بزاف، ملي غنجي نأدي ستريك ماجيك منقاس صعوبة. أما إلا محركتهمش بزاف بطبيعة الحال خاصني تدريب قوي. هادشي علاش عادة تنكون تنأدي هاد الحركة بالقلم أو تنكون تنأدي بالخاتم هكا. اقف حالة ما كانش عندي ديكار، كان عندي كار بلا تندي كار كيستري او تندير شي حاجه، المهم تبقى نحرك في يدي. هادي النصيحه اللي متبع المشاريب قديمه، شغل سبعاك. المهم كنت ذكرتي راسال ان رياضه تتمارس، تمارس تيكواندو. كنت باغي نجي ندير كيك بوكسينغ ولكن ما بغيتش نخلف. جميل، بالتوفيق، شكرا. طوب هارب ولا شكرا. اشنو هدفك من اليوتيوب؟ بصراحة ندير أرابغو تالنت، فغيمو الهدف ديالي أني ندير أرابغو تالنت. وأرابغو تالنت غتكون غير كخطوة، يعني هذا هو الهدف ديالي بصراحة. وإن شاء الله غادي نعاتل عليه إن شاء الله. ملي بديت نتعلم لا ماجيك وقلت أنني نقدر نعقل في المجال، رسمت هدف قدامي ورسمت لي قراءة، وإن شاء الله غنوصل. نوع المسألة اللي عزيز عليك، المسألة عزيزة ليك.
ما عنديش مع الموسيقى، ولا مش مو ما عندي مع الموسيقى، ما تحملهاش كاع نهائيا. انا موسيقى على اغاني لا والو، مره فاش حتى نسنقت شاد العميل هذيك انا ما بعرفه صافي، مره فاش حيت ودابا محيت هذاك الديسك عشان نسنقت له كاع. مريول شنو من الالعاب اللي تتلعب؟ واش تلعب فري فاير؟ فري فاير اللي ما تلعبش فري فاير ماشي خايبه، لا هي فريمون زوينه، تبانيا زوينه، وكما انا ما تنلعبهاش، انا ما نفهمش ليه. الالعاب اللي تنلعب تنلعب شطرنج، وتنلعب واحد اللعبه سميتها تي هوست اوف دافينشي. المهم ما عرفتش كنرجع بالعربيه، يمكن غرفه دافينشي او شي حاجه بحال هكا. هذه اللعبه اسمح لي، هذه اللعبه تعتمد على الذكاء كدا داكشي. هادو هما نوع الالعاب اللي تزيد عليا، ما تنلعبش اونلاين نهائيا. شنو هو نوع الكتب اللي تتفضل؟ بالنسبه للكتب تنفضل التاريخ او شي حاجه فيها ثقافه عامه. بالنسبه للروايات تنفضل روايات بوليسيه ديال التحقيق او شي حاجه فيها الغموض بحال ديال دان براون. التحقيق تنفضل شارلوك هولمز ماشي اجاثا كريستي، ما عنديش مع اجاثا، كنت انا ارى ليها ماشي بزاف. طوب ايوف كيف ديما، شكرا خوله، احسن اشعه تجيني، شكرا. اول كومنت شكون تيصورك؟ واحد زيرا اتضحك بك، اتضحك ما تقلقش. تصورنا ايمن او سيمو بجوج كنا مرة شكون، المهم عادة تكون سيمو في اوقات الدراسة تكون سيمو محمد هي خاصني نقول شي سيمو محمد. نخلي لكم رابط انات قالوا تحت حتى هو عنده انات ممكن تعجبكم تستمتعوا بها. المهم هادشي اللي كاين في كومونتيرات، نمشيو ل سميتو انستغرام. ما عنديش مع انستغرام بزاف خبركم، ولا ما عندي مع بزاف، ما عرفش هادي روين اوصل ما تنخوش ليا مره في العام. نقفلو هنا. اوكي نبداو باول واحد، ما المشاكل التي تواجهها مع المعجبين في مواقع التواصل الاجتماعي؟ سؤال زوين صراحه، سؤال زوين. المهم حاليا حيت ماشي انا شخصيه مشهوره بزاف، ما نقولشكم تنواجه بزاف المشاكل او كذا، حيت ماشي شخصيه مشهوره بطبيعه الحال، ولكن من بعد المشاكل انك انت مثلا تكون تدرب على الحركه بزاف تعرف السيريه، ملي مشيت تتأدى شي واحد تيجي واحد تيخسر عليك ميساج واحد تيقول لك اتفق معاه. انا الشخص متفق معاه مثلا تيتفق مع الجمهور ما تعرفش بيه انه ماجيسي نهائيا، ولو يكون تدير عروض كبيره نهار غنشوفو داير خدعه متفق مع الجمهور ما غنعرفش بيهم. نوريكم واحد فيديو واش من بعد ندوي عليهم، ماشي دابا خاصهم فيديو بوحدهم. كاين بزاف اللي دير غير هاد الخدعه كاع هكا يقول لك راك متفق مع السيلو، ممكن هاك اصلا ماشي خدعه، حركه سنديره ما نديوش عليا. ديجا سولتك في التعليق كيفاش ممكن هديك شي حاجه حتى انا، وديجا جاوبتك في التعليق وجاوبتك في الفيديو قبل. ديما ملي تنسالي الفيديو هبطو الوصف، كاين في الوصف تنخلي لكم الايميل ديالي والواتساب ديالي والتعليقات والانستغرام، تقدر تسول في اي بلاصه غنجاوبك في اي بلاصه من هادو غنتواصل معاك. تتبغي شي بنت، تتبغي شي بنت على ما تعجبو، شوف الفار رجع للرجع، شوف الفار هدف ثاني. يا فاتي واش داخل في علاقه حب؟ اي ما تنحملش هذا السؤال، ما اختي فاتي ما تنحملش هذا السؤال. المهم لا بصراحه لا، هو عمري دخلت في شي علاقه بصراحه، يعني نكون صريح ما عنديش مع ماشي رومانسي، لا انا رومانسي ولكن ما عنديش مع علاقه حب او ندخل في علاقه وكذا، تيبان لي بحال نوع ما تبعيش بحال نوع. غنوريكم رقم في كل اللي فات و انا ما نقول والو، كيفاش تتغلب على التوتر ملي تتأدي خدع الناس؟ شوف هاد الفيديو اللي غنخلي لكم هنا وقت تفرجي فيه، ولكن كاين واحد المعلومة نزيدها لكم، يمكن ذكرتها في الفيديو ولا ما ذكرتهاش ما عرفش، نزيدها لكم. شوفوا كاين الاستمرارية، ديما الاستمرارية هي اللي غتعاونك. ديما تنقول لكم انكم الى دخلتوا الاول فيديو عندي في ستريك ماجيك او خدعة في الشارع
تتقو ادي تتراد تتراد بزاف غير باش نادي فروش نديري بحال وكذا ادي تتراد غير باش نخفي الالم خاص مثلا هكا ما نقدرش نديرها بها الكهرباء علاش حيت كنت متوتر اول مره وكي مع الاستمراريه واختلاق مع الناس بزاف لدرجه ان شي مره تمشي نادي ستريك ماجيك بلا كاميرا غير في اقل اشهر او شي حاجه علاش باش ما ننساش باش نبقى ديما كاسب هذيك الثقه في النفس ونبقى ديما كاسب في الحوار وما يكونش توتر. المهم هادو هما الفيديوهات اللي كانوا كيف ما قلت لكم ما كانش بزاف في انستغرام وكان شويه في اليوتيوب. المهم الفيديو ما يكونش قوي بزاف. وبالنسبه للبنت اللي قالت واش تبدا تعلم وهي عم تعلم بزاف ديال الحوايج عم تنشر وكي ماشي دابا مخقق لها مخقق غير في بالي اني غادي نعلم خدع وكي ماشي دابا علاش ماشي دابا حيت المستوى ديالي ماشي مستوى ديال واحد غادي يعلم ماشي مستوى ديال الاستاذ انا مازال يراه بهذيك راهي ملي غنوصل لواحد المستوى نوصل لواحد النيفو ديك الساعه غنحس براسي اهدر نعقلكم اما دابا انا مازال تنستقبل مازال باغي ناخد كثر مازال تنقابل على كورسات على كتب مازال تنحاول نحلل لاعبين خفات شوف خدع ديالهم ونحاول نحلل من نوصل مستوى كبير يعني انا تنصمم خدع دابا كيما تنصممش بزاف من نوصل مستوى كبير هذيك الساعه ان شاء الله. المهم هذا ما كان الاخر ديال الفيديو ما تنساوش لايك شير سبسكرايب كومنت وقبل ما نسد الفيديو نخليكم انا تقيل القران الكريم حقيت عليكم اخر مره الحمد لله شي وحدين دخلوا شكرا بزاف شكرا بزاف اي واحد دخل اي واحد كتب كومونتير وخرج ابوناو كتبوا لي كومونتير راه انا تقيل القران الكريم يعني صوت زوين تو هذا انا زوين يعني محتوى زوين وانا ما كرهتش نعاونك انا تحقق شروق قبل مني صراحة ما كرهتهاش توصل 1000 ابوني قبل مني وان شاء الله ان شاء الله. المهم اي واحد فرج بارطاجي الفيديو او رابط الانات واي واحد خليك تبقى نجم عند ايوب وتهلا.